وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري بمصر والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة معهد باري للدراسات الزراعية المتوسطية بشأن مشروع المعرفة المائية. كما وافق المجلس على منح الرخصة الذهبية لعدد 8 مشروعات استثمارية، من بينهم مشروع تنفذه شركة مصر للهيدروجين الأخضر، ويتمثل في إنتاج الهيدروجين الأخضر من محطة إنتاج بقدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة والتابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويوفر المشروع فرص عمل لنحو 100 عامل بتكلفة استثمارية تقدر ب 135 مليون دولار. We'll be right back.